أقدم الصناعات التقليدية في فلسطين، وتعبر هذه الحرفة عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعتبر مصدرا مهما لتطوير وزيادة الدخل القومي إذا ما تم المحافظة عليها، وتعتبر مدينة الخليل من المدن التي تختص وتشتهر بهذه الحرفة دون عن غيرها. اليوم رح نحكي عن صناعة الخزف، تابعونا. المصنع ينتج أشكال عديدة جدا وأصناف وألوان وتصاميم مختلفة زي ما راح نشوف، من الصحون والجاطات والبلاط واللوحات ومرايا ساعات أشياء كثيرة كلها بمواصفات جيدة. يعني لو سمحت أستاذ نادر، احكي لي عن هاي المرحلة بصناعة الخزف. هذه إحدى الطرق في صناعة الخزف، طريقة المكبس تستعمل لإنتاج المسطحات اللي هي الصحون البيضاوية المستطيلة المربعة وممكن الدائرية، وهي إحدى الطرق زي ما شفتوا اشتغل قدامكم الشاب. يعني في كمان عندنا كمان طريقة اللي هي الصب، لا تستعمل الأشياء المجوفة التي لا تنتج بالمكبس، يعني المكبس ما بيقدر يعمل بريق جاي أو رماني زي ما احنا شايفين أو فازة أو إشي، كل هذا ما بيقدر، بس المسطحات فقط. الطينة طبعا في الخزف بتبقى جاية من أوروبا. لاحظت أنا بالطينة اللي بيستخدمها إنه بينحط بتصاميم معينة، هي تصاميم بناء على شو مثلا أو من وين هي التصاميم؟ التصاميم هذه في كثير منها من التصاميم القديمة، في بعضها حديث. هذه القوالب كمان تصنع كلها في الخليل، قوالب معدنية، يعني بالإمكان نعمل جبس بس احنا بنفضل القوالب المعدنية. أواني مطلوبة بالسوق، يعني السوق بيطلب انه يكون في جاطات، في زبادي، في حسب متطلبات السوق يعني. وفي كثير منها قديمة جدا يعني، وفي البعض منها حديث كمان.
استاذ نادر مثل ما شفنا هلا بنفس المرحله، المرحله الاولى لكن طريقه مختلفه، خلينا نعرف المشاهد على هاي الطريقه. هذه طريقه اخرى لانتاج القطع في المرحله الاولى. احنا عارفين الخزف ينتج على طريقه على حرقتين يعني، هذا كله سواء هذا او اللي تحت كله الحرقه الاولى. هذه طريقة الصب القوالب، القوالب مادة الجبس تمام، زي ما شفنا بنشغل الخلاطة وبنحط الطين مع مي مع بعض المواد اللازمة كمان، بنصب الطين في القالب لنهايته، بنستنى عليه من ربع ساعة لنص ساعة خاضع للطقس، يعني إذا كان في الصيف أو الشتاء، الشتاء أكثر بكون. بعد الفترة هذه اللي 20 أو 25 دقيقة بنرجع اللي صبيناه كله للبرميل اللي أخذنا منه. في الفترة هذه بيكون الجبس أخذ المية من الدائر من الأطراف وبقي بس الجزء اللي إحنا بدنا إياه. بعد ما ينشف بعد عدة ساعات بنفك القالب، نفتحه ونتركه تنشف شوية انتظار للتهذيب والتنعيم، والطريقة هذه بنكون جهزنا للحرقة الأولى. بعد هاي المرحلة شو بيجي؟ بعد هذه المرحلة بدخل على الفرن بتصفط بطريقة اللي بنشوفه للحرقة، استعدادا للحرقة الأولى حوالي 1000 درجة مئوية. بعديها بيطلع أبيض صلب بسموه بسكوت، كل لغات العالم يعني بيقولوا بسكوت أو بيسموه بالبسكوت يعني الأبيض، استعدادا للرسم والتزييج، بنقل لقسم الرسم والتزييج. زي ما حكينا القطع بعد ما شفنا انه طلعناها من القالب، هذه رمانه مثلا، وبنعمها كلها وبنصفته بطريقه مرتبه استعدادا للحرقه الاولى اللي هي 1000 درجه مئويه. طبعا الفرن لما يتشغل بيكون مغلق تماما والا بيشتغلش، يعني مش زي فرن الزجاج يعني مغلق. وبعدين في التبريد كمان يبرد على حوالي 20 ساعه او 15 ساعه طبعا لحجم الفرن، اذا جينا نبرده مره واحده بكسر يعني. ليش شكل الرمانة هون؟ لشو استخدامها هاي؟ الرمانة بتستخدم يعني كديكور أو فازة، يعني ممكن نحط فيها عرق ورد برضو الواحد، يمكن زي ما نشوف لاحقا إنه بتنعطى لون أحمر شبيه بالرمان أكثر، يعني ممكن تكون ديكور يعني. بس هذه هون قطع مكبس زي ما شفنا إحنا، يمكن هذه قطعة جديدة رأس قلب برضو صنعت على المكبس هون، يعني برضو بتنوضع في الفرن بنفس الطريقة وعلى نفس درجة الحرارة. طبعا زي ما نشوف راح نشوف لاحقا يعني انه في الحرقة الثانية ما بصير ولا قطعة تصيب الثانية، وإلا بيطلع كلهم كوم واحد لما ينصهر الزجاج. حاليا لازم يكونوا بعاد عن بعض يعني. راح نشوف في القسم الثاني، بس حاليا لو حطينا قد ما نحطهم ما فيش أي مشكلة، ما بيلزقش لأنه الفخار فيش فيه مواد زجاجية اللي بينزل في بعض. ايش اختلف في صناعة الخزف هلا عن زمان؟ اختلف عن زمان، كان بدايته تستعمل طريقة أخرى لا تزال موجودة، طريقة الدولاب، حاليا مش موجود الدولاب اليدوي، بيقدر يشكل عليه تشكيل ولكن صعب يشكل زي ما شفنا قطع المكبس المسطحات، ممكن متكه زي هذه أو دلة قهوة ممكن يشكلها برضو بالدولاب. يعني كان تركيز على الدولاب 90% 95%، اليوم الدولاب يمكن ياخد 20% بس، يعني أحيانا نستعمله. اليوم في القوالب سواء الجبس أو قوالب المكبس، يعني في اختيار أفضل للقطع وتعطي نماذج أفضل كثير يعني وأوسع كمان، وبعدين بتكون كلها متساوية. يعني لو واحد حب يحط ثلاث قطع أو أربعة متساوية عنده في البيت
او 10 ان شاء الله بيقدر بحطها يعني، بس في الدولاب العمل اليدوي يمكن واحده تزيد سنتي عن الثانيه او اقل. أسباب تحول دون إقبال الشباب على هذه الحرفة، فهذه الحرفة تحتاج إلى دقة فنية عالية ومهارة في العمل يصعب إيجادها في أي شخص، فهم يرثونها عبر سنين طويلة منذ الصغر عن الآباء والأجداد. عن المقاييس او المواصفات المطلوبه في شخص بيعمل في هاي المهنه. الشخص اللي بيعمل في هذه المهنه يختلف اذا كان رسام او بلون او بده في التزييج. اذا رسام يفضل جدا جدا يكون عنده موهبه اصليه يعني، يعني ممكن ما تكونش 100% بس كلها في هذا. التلوين كمان بده يكون عنده موهبه وصبر، بده يكون طولة بال فيه لما يقعد يلون يعني، يكون طويل بال لو خربت معه شغله يعاود يصلحها يعدلها شيء. هلا في التغليف في التعبئه بده جهد جسماني يمكن اكثر مثلا منه، كذلك الامر في التزييج، فبيختلف حسب الموقع اللي بده يشغله يعني. بس لما يوصل للرسم زي ما قلنا التلوين يفترض يكون عنده موهبه اصليه بنميها في الشغل يعني. في استعمالات عديدة للبلاط بنستعمله للمراية على سبيل المثال، مراية صغيرة كبيرة مستطيلة مربعة. في كمان نستخدمه في صواني مع خشب البلاط نفسه. في الناس ممكن يعمل فريم إطار في البيت عنده، بحب في المطبخ في غيره زنار بيعمل أشياء كثير يعني. يعني حسب التوصاية بتعمل التصميم اللي بده إياه الزبون. في أشكال يعني، هذا جزء من الأشكال. في كمان أجزاء عديدة برضو ورسومات عديدة، في كثير منها رسومات إسلامية مستوحاة من الفن الإسلامي القديم، يمكن بعضها على تكستايل قد لا يكون على خزف، ولكن احنا بناخذه بنطبقه على الخزف. هذا كله موجود يعني في الكتب. الكاسات او المجات في ثلاث احجام، هذا يعني بسموه دائما التراديشنال الفلسطيني، هذا الرسم هذا بالذات الورد هذا مش موجود الا عندنا هون في فلسطين يعني. في اصناف ثانيه. هاي الرسومات مين بيعملها؟ هذه رسومات عندنا كلها تتم يعني كلها. يعني الموظف او العامل بكون يرسم فيها، ما بكون قدامه تصميم معين؟ بالنسبه للرسومات زي ما شفنا تحت، بالنسبه للكاسه او للصحن ممكن نستخدم السلك سكرين طباعه الحريريه للون الاسود فقط، وبعدين العامل بكمل بالالوان، اما بلونه ازرق كامل زي هذا على في كثير له رغبه، واما بلونه بالالوان يعني. ما بياخذ وقت كثير منه؟ بياخذ وقت طبعا، لذلك زي ما قلنا احنا محافظين على الطابع التقليدي يعني، احنا ما بنلجاش انه نلونها تلوين كامل، بتفقد اهميتها وبتبطل يعني يكون عليها رغبه كبيره يعني. كم عامل في مصنع للخزف بيكون عاده؟ عندنا 14 عامل في الوقت الحالي، يمكن مرت فترات اكثر مرات اقل. بعدين ممكن نجسد اي شيء يعني فلسطيني، هذه مثلا مدينه الناصره، في عندنا القدس، في عندنا بيت لحم، في عندنا اللي هي قبه الصخره المشرفه، وفي عندنا اللي هي رسمه تكاثر السمك والخبز او السمك والخبز المقدس اللي هو سمكتين وسله فيها خمس ارغفه اللي معجزه سيدنا عيسى.
اللي خلى 5000 شخص ياكلوا من السمكتين ويزيد عنهم كمان شيء اكثر منهم يكفي. وين بكون الطلب اكثر شيء؟ باي سوق على هاي المنتجات؟ طبعا عندنا بكون في مناطق السلطه في بيت لحم، او مناطق الدوله اليوم بطل في سلطه، في بيت لحم اكثر شيء وفي اريحه، وطبعا في القدس العربيه في القدس القديمه بكون في هذا الطلب، طبعا بيع للاسواق الخارجيه. هذا تصميم بنسميه الهولي لاند لخمس اماكن في الديار المقدسه اللي هي القدس، الناصره، بيت لحم، طبريه واريحه، من تصميمي انا صممتها. وهناك فواكه من الديار المقدسه، عنب. عاده بيحطوها بالبيت مثلا على طاوله، بيحطوا فيها ناس مثلا ورد ناشف، ممكن يحطوا ستاند يخلوها للزينه يعني. صحيح. أستاذ نادر، لو سمحت تشرح لي هون شوي عن التصاميم اللي هون. أنا لاحظت أنه في تشابه يمكن بينها وبين تراث بعض البلدان العربية زي المغرب، إيش الفرق بينهم؟ هذا التراث فعلا، التصاميم هذه شائعة في بلاد المغرب العربي، سواء في المغرب أو في تونس، وحاولنا ندمجها مع التراث الفلسطيني. يعني في البعض بعض مرات مشترك أو بعض شبيه لهم. يعني في احيانا بيكون في دائما باستمرار زبون او السوق بده تجديد، يعني كثير بقول لك هذه الرسمات صار لها 20 سنه او 30، احنا بحاجه لتطوير من حيث القطعه نفسها، بنطور في القطعه، في الديزاين، في التصميم، في كل شيء. فالسنه هذه مدخلين التصاميم المغربيه احنا، وبتلاقي اقبال جيد ورواج. لكن التراث التقليدي بفلسطين هو الازرق بحس. الازرق، وكمان ممكن يكون الملون، يعني في الازرق وفي الملون كمان الجهتين. هو اللي في ناس بيقولوا كثير يعني الخزف بدون الازرق بيعتبر خزف اللي هو الكحلي. ليش؟ لأن الخزف القديم كله جاي أزرق. بعد ما نسلم القطع في الحرقة الأولى زي ما اللي قلنا سميناها بسكوت على درجة حرارة 1000، وبنلونها وبنرسمها برا، بنجيبها جاهزة في اللون على مرحلة التزجيج. الزجاج أصلا بكون جاي في بودرة مسحوق وبنحل بالمية، بتحرك يعني شبيه للحليب زي ما بقولوا بصير. بنغطه حاليا، بعد الغط ممكن نرشه كمان، نعطيه له وجه سبري برضه. هذا الزجاج هو اللي بيعطي اللمعة وبيعطي القوة للصحن، ويوضع في الفرن للحرقة الثانية برضه على 1000 درجة مئوية. بس في الحرقة هذه، في الحرقة الثانية بنراعي انه ولا قطعة بدها تصيب اي قطعة اخرى، والا اذا صابوا بعض كلهم بيطلعوا شقفة واحدة كلهم، لانه الزجاج على درجة 1000 بكون انصهر وداب وليونة كلهم بيذوبوا بعض. هي بينشف سريع خلال ثواني يعني، بتشربوا. قد ايه بدها وقت لتنشف هون قبل الفرن؟ قبل الفرن دوروا 10 دقائق ربع ساعة يكفي، بنقدر نعبيه بالفرن. حكينا عن الصعوبات اللي بتواجهكم في هاي الصناعة.
الصعوبات اللي بتواجهنا صعوبات كثيره، اكثر صعوبه هي صعوبه نقل البضاعه بالمعابر. احنا بنعرف انه الصناعه هذه لا يسوق منها في الضفه الغربيه اكثر من 10 ل 15% بالحد الاعلى. تكلفه النقل اصبحت عاليه جدا، باهظ التكاليف سواء في الاستيراد، في التصدير، في كثير كثير. في كمان صعوبه عندنا اغراق الاسواق بالمنتجات الاجنبيه اللي تباع على انها خليليه او فلسطينيه. يعني بجيب الخزف من الصين، بقولش انه هذا ميد ان تشاينا او صنع في الصين، لا، بيخلطوا مع المصنوعات اللي في البلد يعني، ويباع على هذا الاساس. طبعا احنا بنقدرش نجار الصين باسعارها ولا ننافسها، يعني الدول العظمى مش قادره تنافسها. لكن اكيد في فرق طبعا بالجوده. في فرق بالجوده، مرات السائح ما بينتبهش يعني، لانهم بقلدوا تقليد للقطع يعني، نفس اللون نفس الرسمه تقريبا يعني. الأشياء المميزة اللي اشتغلتوها بصناعة الخزف؟ يعني اشتغلنا من إنه مثلاً على سبيل المثال لوحات خزفية كبيرة، لو جينا نقول في مستشفى الأهلي في الخليل، أسماء المتبرعين بالغرف على لوحات، لوحة للمؤسسين وأعضاء الهيئات التدريسية. في مؤسسات كثيرة عملنا هذا الكلام، مش بس في جامعة القدس عملنا لوحات خزفية، المعلقات العشرة الشعرية على حوالي 7 متر اللوحة يعني. مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة، واللي من خلالها تعرفنا على صناعة تقليدية قديمة، وهي فن صناعة الخزف، واللي بتشتهر فيها مدينة الخليل أكثر من غيرها من المدن الفلسطينية. بنشوفكم بحلقة جديدة.